مفتون. ماذا تعقل؟ أنا المجنون والله. بل أنا العاقل يا هارون. وكيف يكون عقلك هذا؟ لأني علمت أن قصرك زائل وأن هذا باقي، فعمرت هذا. أما أنت فقد عمرت قصرك وخربت قبرك، فتكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب، مع أنك تعلم أنك إليه صائر لا محالة. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ ألا يدعو هذا إلى جنونها؟ والله إنك لصادق. حسبك كتاب الله، فالزمن فيه الخبر فيه العبر. ألك حاجة فأقضيها لك؟ نعم، ثلاث حاجات قضيتها شكرتك. فاطلب إذا أن تزيد في عمري. لا أستطيع. أن تحميني من ملك الموت. لا أقدر. أن تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. لا أقوى.